البالي عصيتني؟ قال أطعتك ما دمت طائعا لله. ثم نادى بولده وقال له خذ هذين الطفلين واضرب عنقهما واتني برأسيهما. لما مشى بعد الولد وإذا بأحدهم يقول إني لأتخوف على شبابك من نار جهنم، تقتل عترة رسول الله، من أنتم؟ قال نحن أطفال مسلم ابن عقيل. ففعل ما فعل ذلك الغلام. وإذا بذلك الشيخ يقول إذا لا يتولى قتلكما إلا أنا بنفسي. وإذا به ضر إلى قسوة القلب، وإذا به يتل تلك الطفلين إلى وين؟ إلى ناحية النهر. قال له بعنا وانتفع بثمننا، فلم يعبأ بكلامهما. قال له خذنا إلى عبيد الله بن زياد، قال إلا قتلكما. لماذا؟ لكي أحصل على الجائزة العظمى 2000 درهم. 2000 درهم. مو أنت تشوف اليوم لما يجي واحد القوم أبناء القوم لما يجي واحد يفجر مو طفلين، يفجر جامعة، يفجر مدرسة، يفجر جامعة، يفجر حسينية من أجل 200 ورقتين، 200 دولار. زين، الجائزة العظمى عنده 2000 درهم. فقال له أيهما أحب إليك شفاعة جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال لا 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 لا، دانق من جائزة عبيد الله بن زياد أحب إلي من جدكما ومنكما. فقال إذا لابد من الأمر فدعنا نصلي ركعات ربنا في آخر حياتنا. قال صليا إن نفعتكم الصلاة. فما أن أتم الصلاة وإذا به قد تل الأكبر، أراد أن يقتل، فارتمى عليه الأصغر قائلا إذا أردت قتل أخي فاقتلني قبله، لا أستطيع أن أنظر إليه يتمرغ بدم. فمسك الأصغر فانكب الأكبر أيضا قائلا إذا أردت قتل فاقتلني قبله، لا أستطيع أن أنظر إلى أخي يتمرغ بدمائه. ولكن ذلك اللعين يا شيعة أمسك بذلك الصبي الأكبر وتله إليه، ثم رفع السيف إلى أعلى وأهوى به على رقبة ذلك الطيف، ففرق بين رأسه وبدنه. أين المنادي ومصيبته؟ فانكب ذلك الطفل الصغير على أخيه يتمرغ بدمائه ويقول هكذا ألقى جدي رسول الله وأنا متمرغ بدماء أخي. وإذا بذلك اللعين قد أمسك من كتفه وتله إليه، ثم رفع السيف إلى أعلى ثانية وأهوى به على رقبة ذلك الطفل الصغير، ففرق بين رأسه وبدنه. أين المنادي ومصيبته وغربته؟ ثم جعل رأسيهما في مخلات لكي يذهب يتقرب بدمائهما إلى عبيد الله بن زياد، لكن خر على العضيد ودموع على الخدود من الثرى، وذاب قلبه من نظر له يضرب فوق الثرى. جذب حسرة بثر حسرة والصدر فوق الصدير، يشعب قلوب الينضرة والندد ذت الصخر. صاحبي هدى عت الله وانا خويا على الاثار،
ينشع بقلبي من عاين هلا وداج مهبرة والرجس مالان قلبه ولا رحم منه الحال شهر سيفه وقطع راسه وعبره فوق الارمام والعجوز تصيح انا شبيدي عليكم يا الاطفال والدتكم ليتها تعاين جثثكم بالعرى جبتكم يا اولاد عندي ظنتي عندي نجات صرت يا اولادي سببكم وجلبتكم للممات روسكم راحت هديه والجثث وسط الفرات دمعكم نحل ترى عظامي وقلبي فطر لكن خالكم مدبوح وامكم ركبوها على الهزيل والابو مسلم عقب دبحه يجرون بحبيل والمدينة من العشيرة مقفرة وخال النزيل غلقوا ذيك المنازل والأبواب مغبرة أين المنادي ومصيبته اللهم صل على محمد وآل محمد آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا امنع أيدي الظلم أن تصل إلينا اللهم اشفي مرضانا يا الله ارحم شهداءنا فك أسرانا فرج عنهم فرجا عاجلا قريبا كلمح بالبصر أو هو أقرب من ذلك يا